هيا يا أطفال وهيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودهن. هذا الأسبوع حصة خاصة بعيد الفطر، إذا تعالوا يا أطفال للاحتفال مع عمو يزيد بهذا العيد السعيد. عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العقل. استمتعوا بالفقرات الخاصة اللي وجدناها لكم بهذه المناسبة السعيدة اللي هي عيد الفطر، إذا عيد سعيد. جينا في الأسبوع المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت. حبكم يا أطفال. تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدوا له، هيا نصفق ونغلق.